أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة سفراء التكنولوجيا لحياة كريمة، وذلك لإعداد كوادر تعرف رقميا من طلاب الجامعات غير المتخصصين تقنيا. وشهدت فعاليات اليوم بدء تنفيذ مرحلة التوعية الرقمية والانتقاء لنحو 1000 طالب من متطوعي المؤسسة وطلاب الجامعات من 5 جامعات كمرحلة أولى. وتستهدف المبادرة إعداد كوادر معرفة رقميا من طلاب الجامعات غير المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تأهيلهم وإكسابهم المعارف والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. النهارده بنقدم مبادره سفراء التكنولوجيا في 5 جامعات كمرحله اولى، وهي جامعه القاهره وجامعه سوهاج وجامعه الزقازيق وجامعه كفر الشيخ وجامعه المنصوره. ان شاء الله بنستهدف 1000 طالب في 5 جامعات. 1000 طالب هيتم تدريبهم على مهارات واساسيات التحول الرقمي ومنصات مصر اللي على راسها منصه مصر الرقميه. كمان بندربهم على ازاي يستخدموا بنك المعرفه الشق الثاني للتدريب، وهو استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومميزات استخدامها، وكمان ازاي يتجنب مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتفريق ما بين الاخبار المغلوطه والاخبار الصحيحه. والشق النهائي هو التمرين او التدريب على الامن السيبراني، ازاي ان هم يحموا بياناتهم ومعلوماتهم وازاي يكونوا امنين في استخدام الانترنت. كمان هيكون معانا شهادات معتمده محليه، وكمان المرحله الثالثه شهادات معتمده دوليه، بحيث ان احنا نساعد الطلاب انهم يشتغلوا عمل حر عن طريق التكنولوجيا والرقمنه. ان شاء الله هنطلق المرحله تانية كمان في 5 جامعات أخرى خلال أسبوعين. سفراء التكنولوجيا دي إحدى البرامج التدريبية اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات، خاصة جامعة الزقازيق. إحنا مستهدفين 200 طالب. عندنا النهاردة هدفنا إن الطالب يطلع من البرنامج ده عنده الوعي الكافي للتكنولوجيا وإزاي يتعامل معاها. وزارة الاتصالات عملت بروتوكول مع مؤسسة حياة كريمة في إبريل 2022، ومنذ ذلك الوقت يعني في تعاون كبير مشترك بين المؤسسة وبين وزارة الاتصالات في نشر الثقافة الرقمية والمهارات الرقمية في قرى حياة كريمة. زاد التعاون ده بشكل أكبر من خلال مبادرة سفراء التكنولوجيا لحياة كريمة. هي مبادرة بتهدف إلى إعداد كوادر معرفة رقمية في كافة المحافظات. التدريب اللي موجود دلوقتي مع وزارة الاتصالات وإحنا بنستضيفه هنا في الكلية لفترة مدة 10 أيام، هتخرج طلبة جامعة هيبقى اللي هم اتعلموه هيبتدوا ينقلوا الخبرات دي للقرى اللي حدثتها حياة كريمة، بحيث انه يأدوا ثقافة التحول الرقمي اللي في رؤية مصر 2030.